أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهواء، الحلقة رقم 11. صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء، صباح الخير على كل مدرسي اللغة الفرنسية اللي يتابعونا على مستوى الجمهورية واللي احنا مستنيين ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. النهاردة يكون في ضيافتنا مسيو محمد الويشي، أستاذ اللغة الفرنسية. صباح الخير يا مستر. صباح الخير يا حضرتك، عامل ايه؟ أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله، حضرتك تمام؟ عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. كله تمام الحمد لله. بخير الحمد لله. لو عندك أي رسائل سريعة للطلبة بتاعتك والمدرسين اللي بيتابعوك قبل ما تبدأ الحلقة اتفضل معاك. أعزائي طلابي وطلبات الصف الثانوي، أزيكم عاملين إيه؟ أتمنى السنة إن شاء الله السنة دي تكون سنة سعيدة على الجميع وكل طلاب طبعا وكل مدرسين اللغة الفرنسية على جميع أنحاء مصر. الحصة النهاردة بإذن الله تكون لذيذة بضيافة طبعا مستر أحمد، وأتمنى إن شاء الله إن يكون يعني حصة تكون ممتعة جدا. ان شاء الله طبعا حضرتك هتكمل بعد الجزئيه اللي المفروض ميسيو محمد محمد الطراز بداها. بالظبط كده. تمام، طبعا اتفضل يا ميسيو. اتفضل يا ميسيو. هنبدا كده نتكلم النهارده ان شاء الله على قاعده الضمائر الشخصيه، وركز عشان القاعده دي مهمه جدا ولا تخلو من اي امتحان. مبدئيا كده لازم تعرف يعني ايه ضمير الشخص الاول. المبدا الضمائر الشخصيه، طبعا اسمها لي برونو بيرسونيل، الضمائر الشخصيه. يعني ايه يا جماعه الضمير الشخصي؟ قبل ما ابدا القاعده اصلا، الضمير الشخصي هي المفروض كلمه بتحل محل كلمه اخرى ذكرت في الجمله عشان ما اكررهاش تاني. تقول لي طبعا مش فاهم يعني ايه؟ اقول لك بص، هو انا لما اقول لك انت فهمت الدرس؟ هتقول لي ايوه انا فهمته. اللي هي ده قاعد على ايه؟ طبعا على كلمه الدرس. هتقول لي طب انت رحت المدرسه؟ هتقول لي انا رحتها. طب انت بتحب البيتزا؟ ايوه انا بحبها. الهاء دي هي المفروض عشان ما اكررش كلمه البيتزا تاني. فبالتالي وظيفه الضمير الشخصي هو انك عند الفرنسيين مش مستحب انك انت تكرر الكلمه تاني، تقول ايوه انا بحب المدرسه، لا انا بحبها وخلاص، منها بتنجز كلام وفي نفس الوقت انك انت ايه بتستخدم القاعده. طب مبدئيا كده يا جماعه عندنا الضمائر تنقسم الى نوعين. يبقى الضمائر الشخصيه عباره عن ايه؟ نوعين. ممكن حضرتك تستخدم القلم ده افضل؟ تمام. ده؟ اوكي. تمام. عندنا ضمائر فاعل وضمائر مفعول. طبعا زي ما احنا عارفين الفاعل هو اول كلمه بتيجي في الجمله غالبا، ببدا الجمله دايما بانا او انت هو هي غالبا. تمام. فعندنا ضمائر الفاعل درسناها في الصف الاول الثانوي، وكانت هي جو انا تو انت هو ايل هي ايل نحن يعني نو انتم يعني فو هم للجمع المذكر ايل افيك اس باضافه اس، طبعا هنا ايل مفرد وهنا ايل افيك اس اس علامه الجمع، وهنا الايل تبقى ايل افيك اس. دي اسمها ضمائر الفاعل اللي بتيجي في اول الجمله. وكنا طبعا عارفين ان لما كنت بتكلم على ولد مثلا زي علي تقول لي علي ده يعني هو ايل، زي الانجليش بالظبط كنت بتقول لي احمد يعني هي، ساره يعني شي، نفس الفكره بالظبط، قال تعود على بنت. تمام. والجمع المذكر هيبقى ولدين فيما اكثر، وكذلك الجمع المؤنث يبقى بنتين فيما اكثر. تمام. نتكلم بقى على الشغل بتاع النهارده، وهو كطالب ثالثه ثانوي لازم تعرف ان المفعول ده ليه ضماير. بس قبل ما اعرف ضمائر المفعول لازم اعرف يعني ايه مفعول، والمفعول ده انواعه ايه. مبدئيا كده المفعول ينقسم الى نوعين، يا اما يبقى مفعول مباشر يا اما يبقى مفعول غير مباشر. دايركت وان دايركت. مبدئيا المفعول المباشر اللي هو الفعل والمفعول متصلين ببعض، يعني مش مسبوب بحرف جر. يعني مثلا انا لما بقول خليها جيم مون بير، انا احب ابي، هنا ده الفاعل السوجي وده الفيرب، ده مون بير المفعول. في حاجة فصلت بين الفعل والمفعول؟ تقول لي لا مفيش حاجة. فبالتالي أصبح المفعول ده اسمه مفعول مباشر. تمام كده؟ طب مثال تاني، لما أقول جو براتيك أنا أمارس لو باسكيت، لعبة الباسكت، هتقول لي أنا سوجي الفاعل وبراتيك ده الفيرب و لو باسكيت ده الكومبليمون المفعول. هنا الفعل والمفعول فصل بينهم حاجة؟ لا. بالتالي بقى اسمه مفعول مباشر. تمام كده؟ تمام. طب نيجي على المفعول الغير مباشر، المفعول الغير مباشر عبارة عن فاعل فعل مفعول زي تكون أي جملة فرنسية، ولكن المفعول مسبوب بحرف جر. يبقى إذا غير مباشر لأنه غير متصل بالفعل. فمثلا لما أدي مثال وأقول جو بارل أ علي، هتقولي ده السوجي الفاعل وده الفيرب وعلي ده المفعول. تمام؟ أمال ده إيه؟ تقولي ده حرف جر، ماله يا مسيو؟ أقول لك فصل ما بين الفعل وفصل ما بين المفعول، فأصبح علي في هذه الحالة مفعول غير مباشر. مباشر. تمام. طيب عندنا حروف جر تانية اللي هي كانت ادوات الادغام اللي كنا خدناها مع مسيو محمد طراز، كان عندنا او على ا ال ابوستروف ا اكس، كل دي يا جماعه بمعنى الا. تمام كده. فبالتالي يوم ما يكون المفعول مسبوب باي اداه من دول بقى اسمه مفعول غير
مباشر. فمثلا انا لما بقول جو دوموند، انا اطلب او اسال او بروفيسور المدرس، هنا هتقول لي ده السوجي الفاعل وده الفيرب وهنا بروفيسور ده المفعول، ده حرف جر من ضمن اشكال حرف الجر اللي قلت عليها. فبالتالي اصبح برضو بروفيسور هنا ايه؟ مفعول غير مباشر. ركز عشان تفرق بين المفعول المباشر والغير مباشر، هي فهمك كل القاعدة. طب دلوقتي انا فهمت يعني ايه مفعول مباشر ويعني ايه مفعول غير مباشر. نبدا بقى نتكلم على ايه؟ ضمائر المفعول المباشر وضمائر المفعول غير مباشر اللي حضرتك عارفهم دلوقتي، ان فاعل فعل مفعول يعني مفعول غير مسبوق بحرف جر فاصبح مفعول مباشر. فاعل فعل حرف جر مفعول باصبح مفعول غير مباشر. تمام كده؟ طب ضمائر المفعول المباشر اللي هي ايه؟ اول ضمير عندنا هو اللو، ثاني ضمير هو اللا، ثالث ضمير هو الا بالصف، والاخير هو اللي. طبعا في ضمير ثاني ممكن اضيفه هنا ولكن ده في الوحده الثانيه هنقابله. وهنا برضو لما اجي اتكلم عن غير مباشر ممكن اضيف ضمير، ولكن طبعا لما احنا بناخد الوحده الاولانيه فبالتالي ضمائر المفعول المباشر دي لازم هي اللي عليها بس لحد دلوقتي. تمام؟ طيب اول ضمير ده يستخدم ليه؟ يستخدم مع الاسم المفرد المذكر، يبقى اذا مع المفعول يحل محل مفعول مفرد مذكر. بس خلي بالك الضمائر الشخصيه المباشره تحل محل العاقل وغير العاقل، يعني ممكن اقول مثلا الدرس انا فهمته، الدرس هنا ده مفعول غير عاقل. وممكن برضو اقول نفس الفكره انا هقابل فلان، فلان ده شخص، فبالتالي ممكن ايوه انا هقابله. فبالتالي الضمير الشخصي هنا في هذه الحاله في الضمائر الشخصيه المباشره بيحل محل اشخاص وكذلك اشياء. فانا بدي مثال مثلا اقول لك جو فوا علي، هتقول لي ده ايه؟ ده السوجي ده الفاعل وده ايه؟ الفيرب وده ايه؟ المفعول. مفعول. في حاجه فاصله بين الفعل والمفعول؟ هتقول لي لا، لا. مفيش حاجه، بالتالي اصبح علينا مفعول مباشر. تمام. تمام؟ هعوض عنه بلو ولا لا ولا الا بستخف اللي هتقول لي ده مفرد مذكر وعلي ده مفرد مذكر فعلا شخص. فبالتالي بشيل كلمه علي واعوض عنها بالضمير ايه؟ لو. ولكن يا جماعه الضمير الشخصي يوضع قبل الفعل. عكس الانجليش بيجي بعد الفعل. تمام؟ مزبوط. فاصل الكلمه اقول انا شفته جو لو فوا. ولكن ده كان الشكل القديم في الامتحان عندنا ايام ما كان الامتحان الفرنساوي كان اكريب تكتب. ولكن النظام الجديد بقى عندنا اغلبه شوازي، فعشان نعرف شكل القاعده دي في الامتحان بيدي لحضرتك المفعول في الاول. علي جو مات فوا، وركز عشان ده لب الدرس نفسه الفعل. لو لا لي، حضرتك هتعمل ايه؟ اديني المفعول في الاول، الطبيعي اصل الجمله فاعل وفاعل ومفعول. فهو بيسبق لي بالمفعول. عشان حضرتك ترتب الجمله من اول وجديد يبقى انا ارى مين؟ علي. انت اللي بترتبها بنفسك. اذا علينا اصبح مفعول ايه؟ ارى علي، مفعول مباشر، مفيش حرف جر الى او في طلع من بقى. فبالتالي انا مفعول مباشر ومفرد مذكر هعوض عنه باللو. واللو هختارها على طول، بس عايزك قبل ما تختار تكتب الضمير امام النقط وهتعرف ليه بعد كده. تمام كده؟ تمام. طيب ده الشكل الاساسي، يديني المفعول ويجيب لي جمله وانا انقل المفعول ورا الفعل وترجم الجمله واعرف هو مباشر ولا غير مباشر. تمام. طيب الشكل الثاني في ليه، لما اقول لك تو رونكونتر، انت هتقابل تون كوبان صاحبك، هتقول لي وي جو بوين رونكونتر. لو لا ال ابستروف لي، هتقول لي ايه ده؟ اقول لك سؤال ورد، يعني عايز تقول لي ان الشكل الاساسي ليه بيجي لي مفعول في الاول وبعده فيرجول، وتبدا تنقل الكلمه الناحيه الثانيه وترتب الجمله فعل وفعل ومفعول، وبناء عندها تعرف مفعول مباشر ولا غير مباشر. والشكل الثاني ليه يديني سؤال ورد. طيب انا قلت في اول ايه المقدمه، قلت لك الضمير الشخصي هو بيحل محل ايه؟ قلت لي الكلمه اتذكرت عشان ما اكررهاش ثاني. بالظبط. فانت عندك سؤال ورد، ايه الكلمه المحذوفه؟ يعني فوق لو انا حتى مش فاهم السؤال، هي كلمه اداه ضمير بتاعه تو الى جو ورونكونتر، اذا الكلمه اتحذفت، اذا هو ده المفعول. تمام كده؟ لان الكلمه اتحذفت عشان اعوض عنها بالضمير بتاعها. هنا كوبان مذكر ولا مؤنث؟ هو مفعول مباشر مذكر طبعا بمعنى رفيق ولد، هعوض عنه بلو، وطبعا زي ما اتفقنا تنزل قبل الفعل واختار. تمام كده؟ تمام. طيب ندي مثال كمان، لو باسكيت، كره الباسكت، جو بوان براتيك، انا امارس. لو لا ليه، هتقول لي المفروض هنا ان المفعول جاي في الاول، فانا هنقله بعد الفعل هنا، يبقى هكتب كلمه لو باسكيت هنا، انا امارس لو باسكيت. ظهر لك فعلا هنا الفعل والمفعول متصلين ببعض، فاصبح عندك هنا المفعول ده اسمه مفعول مباشر. فبالتالي ببدا ابص على اربع ادوات، وهنا عندي كلمه لو باسكيت
مذكره فبعوض عنها بضمير ل، وبالتالي بختارها برضه وبكتب الضمير زي ما اتفقنا. تمام كده؟ طب نيجي على تاني ضمير هو لا، ده بيحل محل مفعول مباشر مفرد مؤنث. كذلك برضه باكد المعلومه عاقر وغير عاقل. تمام؟ فمثلا لما بقول تو كوني منى، انت تعرف منى؟ قال لي جو ما كوني لو لا لي. هتقول لي فاعل وفاعل ومفعول، اذا منى دي الكلمه المحذوفه فوق من تحت، اكيد زي ما اتفقنا فوق يجي لك الكلمه تحت احذفها بتستخدم كده ضمائر شخصيه، ولكن عندي كلمه منى مؤنث ولا مذكر؟ هتقولي منى مؤنث، يبقى بالتالي بعوض عنها بالضمير لا، يبقى اذا مفعول مباشر مفرد مؤنث بعوض عنه بالضمير لا واكتبها وبعد كده اختار. تمام كده؟ طيب لما اقول مثلا كلمه لا ناتاسيون السباحه، جو ديتيست، فيرب ديتيست بمعنى يكره، فبقول جولو جولا جولي. هتقول لي المفروض الاسم بيجي لي في الاول المفعول وبعده فاصله، انا بنقله الناحيه الثانيه وابدا اترجم الجمله ومعانا بالعربي هعرف هو مباشر ولا غير مباشر. ان طلع من بقك الى او فيه يبقى ده غير مباشر. يعني اقول انا اذهب الى المدرسه، الى المدرسه، اذا المفعول هنا بقى اصبح غير مباشر، ولكن انا بحب المدرسه، بحب المدرسه الف ولام، يبقى هنا مباشرين على طول ببعض. تمام كده؟ فهنا عندك السباحه انا اكره، اكره ايه؟ هتقول لي السباحه، اذا السباحه هنا موقعها ايه؟ مفعول مباشر، ومفعول مباشر ماله؟ مفرد مؤنث، فطالما مفعول مباشر مفرد مؤنث بعوض عنه بالضمير لا. تمام كده؟ تمام. طب ناخد بعد كده ندخل على الضمير ال ابوستروف. طول عمرنا في الفرنساوي كان دايما واحده بتمشي مع المذكر والثانيه بتمشي مع المؤنث وواحده بتمشي مع الاثنين بشرط. طول عمرنا كده. ادوات المعرفه عندك لما كنت بتاخدها هي نفس الادوات، كنت تقول لي واحده للمذكر والثانيه للمؤنث وواحده للاثنين بشرط، واحده للجمع طبعا. تمام كده؟ فطيب دلوقتي عندنا ال ابوستروف، قال لك تحل محل مفعول مباشر مفرد بنوعيه يعني مذكر او مؤنث او مؤنث، برافو، ولكن فعل الجمله يبدا بايه؟ بمتحرك. ما انت قلت لي في اول الجمله ان الضمير الشخصي يوضع فين في اول حاله؟ الضمير الشخصي يوضع قبل الفعل. طب افرض عندك الفعل مبدوء بحرف متحرك، طبعا زي ما انت خدت في اولى ثانوي الابوستروف في الفرنساوي بنستخدمها عشان ما ينفعش الكلمه تكون منهيه بحرف متحرك واللي بعدها مبدوء بحرف متحرك، فلعدم تلاقي حرفين متحركين دو فويال بالفرنساوي بعمل ابوستروف. فبالتالي لو جيت اديتك مثال وقلت لك كده لو بونتالون مثلا بلو جو بوان ادور اعشق لو لا الابوستروف لي، هتقول لي همشي على كلامك يا مسيو، لو بونتالون بلو اللي هو البنطلون الازرق انا هنقله الناحيه هناك عشان هكتب الجمله سوجي فيرب كومبليمون فاعل فعل مفعول، فاصبح لي هنا لو بونتالون مفعول ايه؟ هتقول لي مفعول مباشر. وهنا الاداه هنا ايه؟ مفروض مفعول مباشر مفرد مذكر. انا قايل لك قايل لحضرتك تكتب الضمير الشخصي وبعد كده ايه؟ تختار. جميل. انا مأكد على المعلومه، فبالتالي هتقول لي مفعول مباشر مفرد مذكر، هقوم مختار اللو. هتقول لي هنا عندي ايه؟ تلاقي حرفين متحركين، فبالتالي لازم اللو تحول الى ال ابوستروف. مع ان المفعول مفرد مذكر، الطبيعي اختار اللو، ولكن الضمير الشخصي يوضع قبل الفعل، ففي هذه الحاله يحول اللو الى ال ابوستروف. تمام كده؟ تمام. طب نجيب مثال تاني. منى بوان ايد، انا اساعد، لو لا ال ابوستروف لي. هتقول لي يا مسيو انا هنقل منى الناحيه الثانيه زي ما اتعودت، بقى انا اساعد منى. منى هنا مفعول ايه؟ فعل مفعول متصلين ببعض، بقت منى مفعول مباشر بعوض عنه باللو او اللا او الا ابوستروف او ايه؟ او اللي. هنا مفعول مباشر مفرد مؤنث، فالطبيعي تعوض باللا وتختار. غلط. ليه؟ لانك ما مشيتش على الكلام اللي قلت عليه، قلت لك انت بتعوض عن المفعول بلو او لا وتكتبه هنا الاول، تلاقي عندك ايه؟ تلاقي دو فويال حرفين متحركين، ففي الحاله دي لازم اللا تحول الى ال ابوستروف. يبقى بالرغم ان الكلمه مذكره او مؤنثه لازم تعوض بالضمير الشخصي لو او لا مكان النقط الاول، عشان اكيد هتنسى وتبدا تختار اللو او اللا وعندك الفعل مبدوء بحرف متحرك. تمام كده فهمت؟ طب نيجي على اخر ضمير هو اللي. طبعا ده الضمير اللي ما بيزعلش حد. ليه؟ لان هو الجمع طول عمرك بتختار ليه بالفرنساوي. فهنا بتحل محل مفعول مباشر عاقل او غير عاقل جمع بنوعيه. يبقى جمع ايه؟ بنوعيه. طب مثال لما اقول لك كده تو انفيت، انت
تدعو لزامي الأصدقاء هتقول وي je point invite le la ال apostrophe لي وركز عشان ممكن تبدأ تغلط هتختلف الحالة دي عن الحالة دي مبدئيا كده يا جماعة هنا أنت تدعو tu invite les amis هنا المفعول إيه هتقول لي مفعول مباشر بعوض عنده بنفس الأربع أدوات اللي عندنا هنا وقع مفعول مباشر جمع ولا مفرد تقول لي جمع بعوض عنه باللي وفي الحالة دي أنا بختارها على طول تقول لي استنى يا مسيو ده الفعل مبدوء بحرف متحرك مش قلت لما يكون الفيرب كوموس باغ اون فويال مبدوء بحرف متحرك بستخدم الا بصرف اقول لك ده في حاله المفرد ركز توضع امام اسم المفرد المذكر مفعول مباشر مفرد مذكر مفعول مباشر مفرد مؤنث مفعول مباشر مفرد مذكر مفرد ولكن في حاله الجمع بتستخدم اللي ما فيش فيها كلام فبالحاله دي تو انفيت لي زامي انت بتدعو اصحابك هتقول لي انا مفعول جمع وطالما جمع اقعد عنده بالضمير ليه من غير ما افكر في الجمله اصلا تمام كده تمام نيجي بقى على حته تو انفيت علي وي جو انفيت لو لا ال ابستروف اختار هتقول لي فرقت ايه ما نفس الفعل اقول لك لا فرقت هنا المفعول مباشر ولكنه مفرد فبالتالي بعوض عنه مفرد مذكر بعوض عنه بلو واللو تنزل قبل الفعل فلما تيجي تنزل قبل الفعل هيبقى عندك طلاقه حرفين متحركين فبالتالي بحولها الى ال ابستروف يبقى اذا اللو تحل محل مفعول مباشر مفرد مذكر اللا تحل محل مفهوم مباشر مفرد مؤنث عاقل وغير عاقل الالا ابوستروف بتحل محل مفهوم مباشر مذكر او مؤنث اهم حاجه يكون فعل الجمله مبدوء بحرف متحرك وتكون طبعا المفعول مباشر مفرد تمام وكان وكذلك الجمع بعوض عنه بالضمير ليه مفيش فيه مشكله تمام طب ده بالنسبه لضمير المفعول المباشر لسه بقى ناقص مكان ضمير الشخصي في الجمله انت قلت لي ما هو يوضع قبل الفعل لا ما هو في حالات ثانيه حضرتك خدت الامر وخدت النفي في حالات اخرى اول حاله عندنا مكان وضع الضمير الشخصي قبل الفعل الواحد لو انا عندي فعل واحد في الجمله بضع الضمير الشخصي قبله بمعنى انا لما بقول je porte la chemise انا ارتدي القميص فبالتالي je porte la chemise الشميز هنا مفعول مباشر مفرد مؤنث بعوض عنه بالله ولكن الضمير الشخصي وضع قبل الفعل زي الحلقه الاولانيه اللي احنا عارفينها ليه لان verb porter بمعنى يرتدي فبالتالي فعل واحد في الجمله يرتدي جميل. فبالتالي هقول الضمير الشخصي في الحاله دي يوضع قبل الفعل تمام طب افرض انا عندي فعلين في الجمله في الفرنساوي طبعا ينفع يجي فعلين ورا بعض في الحاله دي الضمير الشخصي يوضع قبل المصدر ركز المصدر يعني ايه مش فاكر اقول لك المصدر هو اخره ار او اي ار او ار او ده المصدر يبقى المصدر في الفرنساوي يكون اخره النهايه بتاعت الفعل اخرها ار او اي ار او ار او طب دلوقتي مثال لما اقول لك جو في نفس المثال اللي فوق قلت جو بورت لا شوميز الضمير الشخصي يوضع قبل الفاعل في الحاله دي طب نيجي هنا لما اقول جو في بورتي انا سوف ارتدي لا شوميز القميص في الحاله دي هتقول المفعول مباشر المفرد مؤنث فعوض عنه بضمير لا ولكن عندي هنا فعلين هنا عندي فعلين هعمل ايه يا جماعه هيوضع قبل الفعل في المصدر اللي هو يا مسيو اللي اخره او ار او اي ار او ار او تمام فبالتالي يبقى ترتيب الجمله Je vais le porter. هنا الضمير الشخصي وضع فين؟ لا porter اسف. يبقى هنا الضمير الشخصي وضع فين؟ وضع قبل المصدر. تمام؟ ركز بقى عشان المعلومة دي مهمة في حالة الأمر. لما أجي أمر حد، طبعًا يا جماعة الأمر يعني الجملة بتبتدي طبعًا بالفعل. فبالتالي لما أقول لك étudie ادرس tes leçons دروسك. هتقول لي ده الفعل وده المفعول. مفعول جمع يا مسيو هعوض عنه بضمير ايه؟ لي. صح كده؟ لان مفعول جمع ومفعول مباشر هعوض عنه بلي. طب يا مسيو هجيبها بالفعل استحاله الضمير الشخصي يبدا في اول جمله. امال هعمل ايه؟ في هذه الحاله هسيبه مكانه. يبقى اذا اول حاله عندك بتقول لك الضمير الشخصي يوضع قبل الفعل الواحد، لو عندي فعل واحد في الجمله الضمير بيوضع قبله. لو عندي فعلين الاول مصرف والثاني في المصدر، يعني المصدر يعني اخره ار او اي ار او اخره في الحاله دي بحطه قبل المصدر كضمير شخصي. تالت حاله عندك لما بيقول لك امر مثبت وركز امر مثبت يعني مفيش نفي في الجمله فبالتالي الضمير الشخصي في هذه الحاله يوضع بعد الفعل وضيف بينهم الشرط جميل ايه تيجي ليه ادرسهم اللي هي ايه تلوسون دروسك
تمام كده؟ هنا بتقول جو بورت لا شوميز، انا ارتدي القميص، يبقى جو لا بورت انا ارتديه القميص. طب بتقول جو في بورتي لا شوميز، انا سوف ارتدي القميص، يبقى جو في لا بورتي انا سوف ارتديه. تمام؟ نيجي في حاله النفي. الامر المنفي او بشكل عام في نفي في الجمله، الضمير الشخصي يوضع قبل الفعل، يبقى دايما يوضع قبل الفعل ما عدا في حاله الامر المثبت اللي هو ما فيش في نفي في الجمله، هيوضع ايه؟ بعد الفعل. طب نبص كده على المثال، لما بقول لك نو باس با لو بالون، لا تمرر ايه؟ الكره. هتقول لي ايه؟ ده مفعول مباشر لان الفعل والمفعول ورا بعض اهو، وده النفي اللي في الجمله، النول با علامه النفي، فبالتالي مفعول مباشر ماله؟ مفرد مذكر، هقعد عنه بالضمير لو، وفي هذه الحاله يوضع قبل الفعل هنا، فبالتالي يبقى نو لو باس با. نو لو باس با بمعنى لا ترتديه، او اسف لا تمرره، اللي هي الكوره. تمام كده؟ اتفهمت؟ يبقى عندي اربع حالات، اول حاله قبل الفعل الواحد، عندي فعلين الاول مصرف والثاني في المصدر يوضع قبل المصدر، واتفقنا المصدر اخره اخ او اخ ا. الثالث حاجه عندنا في حاله الامر المثبت، يعني عندك الجمله بادئه بالفعل وجاي بعدها المفعول، انت تعوض بالضمير الشخصي ويبقى مكانه، يبقى في حاله الامر المثبت الضمير الشخصي يوضع بعد الفعل، ودي الحاله الوحيده اللي الضمير الشخصي يوضع بعد الفعل. ودايما يا جماعه هينزل لو او لا او لي لما تكون بتتكلم على مباشر، لو او لا مش هينزل بإلا أبوستروف ابدا، حتى لو جه بعدها متحرك في حاله الامر الضمير ينزل لو او لا او ليه، حتى لو جاي بعدها حرف متحرك يا جماعه، لان اتفقنا عشان استخدم الا باستخف لازم يكون الفعل مبدوء بحرف متحرك، لازم. تمام؟ وجينا في حاله الامر المنفي قلنا الضمير الشخصي يوضع قبل الفعل عادي جدا ما فيش مشكله. كده احنا خلصنا ضمائر المفعول ايه؟ المباشر ومكان الضمير الشخصي، يتبقى لنا ضمائر المفعول الغير مباشر. الغير مباشر سهل جدا ما فيش فيه مشكله. هنبدا كده بضمائر المفعول غير مباشر. الغير مباشر انت قلت لي ايه؟ قلت لي المفعول مذوب بحرف جر، هو ده المفعول الغير مباشر، فبالتالي بنعوض عنه بضمائر المفعول غير مباشر. تمام؟ يعني لما كنت بتفكر بتقول دلوقتي تو نجيب مثلا تليفون، انت تتصل تو تليفون علي، قلت لي يا مسيو هنا ده الفاعل وده الفعل وده المفعول وده حرف جر، فصل ما بين الفعل والمفعول فاصبح حالي اتفقنا مفعول غير مباشر. فهنا طالما المفعول غير مباشر بنعوض عنه بضمائر الغير مباشر. الاول كان كل الشغل على مفعول مباشر، فكنت بتعوض عنه بلو او لا او الا بصخف او ليه، لكن المفعول الغير مباشر هعوض عنه بضمائر اخرى. بس يا جماعه معلومه مهمه واكدت عليها، قلت لي المفعول المباشر بيحل محل عاقل وغير عاقل، تتكلم على الدرس تعوض عنه بضمير شخصي عادي، تتكلم عن الولد بتعوض عنه ضمير شخصي عادي، شخص او شيء. ولكن ضمائر المفعول غير مباشر في الدرس الثاني عندنا بتحل محل العاقل. تمام، ركز، عاقل فقط. طب هما ضميرين، اول ضمير هو اللي ده يحل محل مفعول مباشر مفرد مذكر او مؤنث، مش تفرق، اهم حاجه مفعول مباشر مفرد غير مباشر، اسف، غير مباشر مفرد عاقل، ده اللي يهمني ان هو يكون شخص واحد مفرد، مش هيهمني المذكر ولا مؤنث، لكن هو الشخص ده مفرد وعاقل وغير مباشر استخدم لوي. طب مثال، لما مثلا بقول تو، المثال اللي فوق ده تليفون علي، هتقول لي وي جو بوان تليفون، ده المثال اللي اتفقنا عليه. هتقول لي يا مسيو دلوقتي، خلينا في الضمير الشخصي دول بس الاول مبدئيا كده، المفعول فين؟ هتقول لي في الاخر. هقول لي ايه؟ مباشر ولا غير مباشر؟ تقول لي ده غير مباشر، ليه؟ ما هو مذبوب حرف جر، فطالما مفعول مذبوب حرف جر اصبح المفعول غير مباشر، فبعوض عنه بالضميرين يا لوي يا اما ضمير تاني اسمه لاغ وهنذكره بعد كده. تمام كده؟ فهنا المفعول مباشر ايه؟ غير مباشر ايه؟ قلت لي مفرد. مفرد عاقل، طالما مفرد هعوض عنه بالوي. تمام؟ طب ليه يا مسيو؟ عشان قال لك انت تتصل بي، ركز كده ابوي، كنت بقول الرياضه انا امارسها، امارس الرياضه مباشر، فاستخدمت اللو لا الا بصخف ليه؟ طب انا بقول لك انت تتصل بي فلان، طالما طلع من بقي بي او على او في او الحروف الجر دي اصبح بالعربي المفعول هنا غير مباشر، وكذلك بالفرنساوي هو غير مباشر. تمام كده؟ طب نجيب مثال كمان، لما اقول tu parles à Alice، انت بتتحدث الى اليس، اذا اليس انا مفعول ايه؟ تقول لي مفعول غير مباشر، لان حرف الجر فصل ما بين الفعل والمفعول. طيب، فبالتالي انا عايز اعوض عن اليس بحرف جر بضمير شخصي، هعمل ايه؟
هتقول لي عليه صله مفعول غير مباشر، فقدامي حاجتين، اعوض يا اما بالوي يا اما بايه؟ بالاخ. هنا مفرد، تقول لي اه مفرد بنت، مفرد يبقى الوي، يبقى الوي بتيجي مع المفعول الغير مباشر المفرد بنوعين، تمام، مذكر او مؤنث. فبالتالي تبقى الجمله وي جو لوي بارل، انا اتحدث اليها، تمام كده. طب نجيب مثال كمان، مي بارون. اوكي، نستأذنك يا مستر في فاصل قصير. تمام، اوكي، فاصل قصير ونرجع لكم تاني. محمد الويشي، اتفضل يا مستر محمد. نيجي على المثال اللي كنا بنتكلم فيه، مي بارون، جو بوان بريزونت دي فلور، بمعنى ابائي انا اقدم دي فلور، او خليها اسف مونوكلا افضل. مونوكلا عمي لوي ولا لور. في الحاله دي هنعمل ايه؟ اتفقنا هننقل المفعول بعد الفعل عشان نعرف اذا كان المفعول مباشر ولا غير مباشر، هو ده حل القاعده. هتقول لي انا اقدم عمي ورود ولا اقدم الى عمي ورود؟ بالعربي هتقولي اقدم ايه؟ هتقولي اقدم الى، انا اقدم الى عمي ورود. فبالتالي اصبح هنا الفعل بياخد حرف جر، وهو ده اهم جزء في القاعده، تعرف الفعل بياخد حرف جر ولا لا. فهتقولي انا اقدم الى مونونكل عمي ورود. انت كده رتبت الجمله اساسا، دي بقى ملهاش لازمه. هنا عمي مفعول ايه؟ تقولي مفعول غير مباشر لانه مسبوب بحرف جر، مفرد عاقل، اه مفرد عاقل، فعوض عنه بالضمير لوي، وفي الحاله دي هختار اللوي لان عمي ده مفرد، تمام كده. تمام، طب نيجي بعد كده على الضمير لاغ، ده ضمير يحل محل مفعول غير مباشر جمع بنوعيه، اهم حاجه باكد على المعلومه، عاقل، عايد على شخص. فمثلا انا لما بقول لك tu parles au professeur، انت تتحدث الى المدرسين، هتقولي oui je parle. هتقولي يا مسيو ايه الكلمه اللي اتحذفت فوق ومش محذوفه تحت، او الكلمه اللي موجوده فوق ومش موجوده تحت؟ اقول لك هي كلمه ايه؟ هي كلمه professeur، موقعها ايه؟ مفعول غير مباشر. ليه؟ لان اتفقنا مفعول غير مباشر هو المسبوق بحرف جر. طب مفرد ولا جمع؟ مفرد، اه مفرد، يبقى هعوض عنه بلوي. ركز كده، جمع، اه ارجع في كلامك، يبقى هعوض عن الجمع يبقى ايه بقى؟ بلوغ. يبقى اذا مفعول غير مباشر جمع بنوعيه عاقل، يعني عاقل سواء هو مذكر او مؤنث، بعوض عنه بايه؟ بعوض عنه بلوغ. يبقى انت بتكلم المدرسين، ايوه انا اتحدث اليهم، جو لوغ بارل. طب مثال تاني، لما اجيب mes amis je point apporte احضر des cadeaux هدايا le او خليها في الغير مباشر لوي ولا لا. هتقول لي الطبيعي الكلمه اللي بعدها فصل هو ده المفعول اللي انا مطلوب مني ان انا انقله بعد الفعل، وابدا اترجم الجمله بعرف اذا كان الفعل مباشر ولا غير مباشر، يعني هستخدم قاعده المباشر لو لا الا ابوستروف ليه، ولا استخدم قاعده الضمير المفعول الغير مباشر اللي هي الوي ولا لا. هنا بتقول اصحابي، انا احضر، احضر اصحابي هدايا ولا احضر الى اصحابي؟ هتقول لي بالعربي احضر الى اصحابي، فبالتالي ا ميزامي. فبالتالي ظهر لي هنا المفعول ايه؟ مفعول غير مباشر جمع، فبعوض عنه وعاقل ايضا باكد على معلومه، فعوض عنه بايه؟ بالاخ، تمام كده؟ تمام. يبقى الضمائر المفعول الغير مباشر هما ضميرين، أهم حاجة عايدين على عاقل، على شخص. أول ضمير عندنا هو لوي، وده بيحل محل مفعول غير مباشر مفرد بنوعيه، هو سواء مذكر أو مؤنث، وكذلك اللوغ بتحل محل مفعول غير مباشر، بس أهم حاجة يكون جمع. مش هيفرق طبعًا جمع مذكر ولا جمع مؤنث، تمام كده؟ تمام. تمام. طيب بص، هقول لك معلومة مهمة، في أفعال أنت لما بتقول لي يا مسيو أنا باخد المفعول من قبل الفعل بنقله، او بجيبه في اول من اول الجمله بنقله هنا ايه؟ بعد الفعل، وابدا اترجم واعرف اذا كان بالعربي الفعل بياخد حرف جر يبقى اكيد هو مفعول غير مباشر، ولو ما بياخدش حرف جر يبقى مفعول مباشر. اقول لك في افعال معاك لو جيت تترجمها بالعربي، وركز عشان دي تكه من ضمن تكات القاعده، في افعال لو جيت تترجمها بالعربي مش هتمشي معاك، بمعنى يعني انت تقول انا ابحث عن فلان،
بالعربي انا ابحث عن فلان، ولكن بالفرنساوي انا ببحث بيجي بعدها مباشر، لازم يجي بعدها مفعول مباشر. يعني ايه مش فاهم؟ يعني لما اقول لك انا ابحث الكتاب، هي بتقال كده بالفرنساوي، هتقول لي طب بالعربي عن الكتاب. ما هو حضرتك لو قلت عن الكتاب في الحاله دي هتروح لضمار المفعول الغير ايه؟ مباشر. يبقى ركز، افعال دي بالعربي ما بتاخد حرف جر، ولكن بالفرنساوي ما بتاخدش حرف جر. اول فيرب عندنا هو فيرب شيرشي بمعنى يبحث. تاني فعل عندنا هو فيرب ايكوتي بمعنى ينصت الى او يسمع، تمام. ثالث فعل عندنا هو فيرب ابلي بمعنى ينادي على او يستدعي او يتصل به. الثلاث افعال دول زي ما انت شايف يبحث ايه؟ يبحث عن. هنا ينصت الى. طب عندك هنا ينادي على بالعربي، ولكن الافعال دي يا جماعه لازم يجي وراها مفعول مباشر، ما تخش حرف جر بالفرنساوي. فتخلي بالك لما اقول لك نفس المثال علي، او خليها مثلا مون بير والدي je point cherche ابحث à la gare في محطة القطار، اقول لك je lui le ولا lui ولا لي. حضرتك هتعمل ايه هنا بقى؟ هبدا اشتغل لك القاعده المباشر ولا غير مباشر عشان اشوفك انت فاهم ولا مش فاهم. الاول كنت بجيب لك هنا ضميرين الغير مباشر عشان تختار بكل سهوله. طبعا. في المثال ده كنت بجيب لك في الاول لو ولا لا ولا الا باستخاف ولا ليه، فانت بتتعامل على اساس انه مباشر. دلوقتي في الامتحان انا عايز افهم انت فهمت القاعده ولا لا، مطلوب منك انك انت اللي هتنقل الكلمه بايدك. فبالتالي تقول انا شخص ابحث، هتقول لي طبيعي عن والدي ده بالعربي. تمام. وانت غصب عنك هتحط حرف الجر، ولكن خلي بالك انا ابحث والدي. انا ابحث ايه؟ انا ابحث مون بير. تاني فيرب شخص شيء ما بياخدش حرف جر بالفرنساوي، ولكنه بالعربي ياخد حرف جر. فلو انت قلت ان انا ببحث عن والدي هتروح على ضمائر المفعول غير مباشر وتبقى غلط، لان الفعل ده بيجي وراه دايما مباشر، لازم المفعول يبقى مفعول مباشر معاه. فهنا والدي في الحاله دي بدل لما كان هياخد لوي لانه مفرد عاقل وهتقول له غير مباشر، لا هو طبعا هياخد في الحاله دي لو. ليه؟ لان جو شيرش مون بير، انا ابحث والدي، هنا ما فيش حرف جر فصل ما بين الفعل والمفعول فاصبح مفعول مباشر. وطالما مفعول مباشر اعوض عنه بالضمير لو لانه مفرد مذكر. تمام كده. طب نجيب مثال تاني. لما اقول ما سير اختي جو بوين ايكوت لو ال ابستروف لوي لور اختي انا انصت، هتقول لي انصت الى اختي. صح. فهتقول لي المفعول هنا غير مباشر، وابدا اختار هنا غير مباشر واختي مفرد، فانا الطبيعي اختار لوي، ولكن في الحاله دي طبعا غلط. ليه؟ لان المفروض الطبيعي ان انا بعرف ان فيرب ايكوتي ما بياخدش حرف جر، يبقى جوكوت المفروض جوكوت ما سير انا انصت اختي، بتقال كده بالفرنساوي فاصبح الفعل هنا مفعول مباشر بعوض عنه بالضمير لو، فيجي ينزل قبل الفعل اسف لا، فيجي ينزل قبل الفعل بلا، هيبقى عندك تلاقي حرفين ايه؟ متحركين. ففي الحاله دي هستخدم الا بصفه. فاهم كده؟ تمام. طب يبقى دي الافعال اللي لو جيت تترجمها من فرنساوي او ترجمها بالعربي عشان تعرف تعرف مباشر وغير مباشر، فيها حرف هتعرف بالظبط فيها حرف جر بالعربي، ولكن بالفرنساوي مش فيها حرف جر. طبعا اهم حاجه عندنا الفرنساوي. عندك افعال العكس، انت بتقول انا انصح فلان، صح؟ بالفرنساوي بيقولوا انا انصح الى فلان. المفروض انا اطيع مثلا المعلم، او انا اطيع المدرب. لا، هم بيقولوا انا اطيع الى المدرب. فعندك افعال عكس عكاس. الطبيعي بالعربي هي مباشره، بنصح فلان ده، وبنصح مباشر، يبقى خلاص استخدم الضمائر الشخصيه المباشره. ولكن عندك الافعال دي كونسيي معناه ينصح الى، تمام. تاني فعل عندنا اسمه دوموندي معناه يسال او يطلب. هتقول لي ايه؟ يسال الى، ايوه يسال الى شخص مش بيسال شخص، تمام. تالت فعل عندنا هو فعل فعل كونسيي وفيرب دوموندي وكذلك فيرب اوبيير معناه يطيع الى، يطيع الى فلان. تمام. مش بيطيع فلان. فيجي لك مثال زي ده يقول لك مثلا لونترينور، لونترينور اللي هو المدرب، je dois point obéir le
ولا الوي ولا لا ولا لا. هتقول لي المدرب اللي هنقله بعد الفعل، فالطبيعي انا يجب ان اطيع. هتقول لي اطاع ايه؟ لونتخينور، المدرب، صح؟ بالعربي خليني خليك ماشي معايا كده. هتقول لي انا يجب ان اطيع ايه؟ المدرب. ففي هذه الحاله هتختار انت المباشر وتغلط. ليه؟ لانه بيقول انا اطيع الى المدرب، بالفرنسات قال كده. فبالتالي الفعل ده يا جماعه لازم ياخد حرف جر. تخلي بالك بالعربي مش تمشي معاك. انا اطيع الى المدرب، ازاي ده مش ماشي مع العربي؟ ما انا بقول لحضرتك تركز في ثلاث افعال دول. تمام؟ فبالتالي يطاع الى المدرب اصبح المدرب هنا مفعول غير ايه؟ غير مباشر، مفرد، يبقى هقعد عنه بضمير لوي. بعد ما كنت هتعوض ايه؟ هتعوض باللو او الا بس خف. تمام كده؟ جميل. طب نيجي مثال تاني. لما اقول مون كوبان، صاحبي، جو بوان كونسيي دو فير دو سبور، لو ولا لوي ولا لي ولا لا. منطقيا هتقول لي ايه؟ صاحبي، انا انصح مون كوبان، بنصح صاحبي. وتبدا هنا تتعامل ان السؤال او المفعول هنا مباشر وتختار لو. ولكن حضرتك غلطان. ليه؟ لان نبهت ان فيرب كونسيي ا مع الاشخاص، وفي هذه الحاله بياخد حرف الجر ا اجباري لما يتكلم على عاقل. فينصح الى فلان اصبح من هو كان هياخد لو، لانه مباشر حضرتك بتقول المعلومه اسمها كونسيي ا، ينصح الى فلان، وده فعل لازم ياخد حرف جر. وفي هذه الحاله اصبح مفعول غير مباشر مفرد، عاقل هعوض عنه ايضا بالضمير لوي. تمام كده؟ تمام كده. اتكلمنا على اهم النقاط اللي خلي بالك بتفرق ما بينها. الفعل بالفرنساوي ياخد حرف جر، ممكن بالعربي ما ياخدش حرف جر. وفي هذه الحاله اتكلمنا على كونسيي ا، دوموندي ا، اوبيير ا. اتكلمنا ايضا على ان فيرب فيها افعال بالعربي بتاخد حرف جر كمعنى، ولكنها بالفرنساوي لازم يجي وراه مباشر. زي فيرب إيه عندك؟ فيرب شيرشي زي ما اتفقنا، وفيرب ابلي، وكذلك فيرب ايكوتي. تمام كده؟ جميل. تمام. طب يا مسيو، افرض غير لي الفعل، يعني اداني فوق مثلا، انت شايف علي تحت؟ قال لا، قال لي انت هتقابل علي؟ قال لا تحت، انا هتصل. هعمل ايه؟ افرض غير لي الفعلين، يعني افرض قال لي كده تو، خليها تو فوا، تمام يا جدعان علي، نو جو تليفون لو ولا لوي ولا لا. طبعا اغلب الطلبه هتبص للمفعول فوق، فبالتالي المفعول ده هتقول لك مفعول مباشر مفرد بعوض عنه بالضمير لو، وينزل قبل الفعل. ولكن خلي بالك الفعل اتغير، هنا فعل يرى علي، ولكن انا اتصل. حضرتك طالما غير لك، ادالك فوق فعل وتحت فعل، لازم تركز على فعل الاجابه هو فعل الحل. فبالتالي انا اتصل في الحاله دي بي علي، اصبح علي فوق مباشر، وكنت هتختار دي وهذا خطا. ولكن لا، انا اتصل بعلي، اصبح علي مفعول غير مباشر في الحاله دي، وفي الحاله دي انا اختار ايه؟ تمام كده؟ تمام. طيب نيجي بعد كده نتكلم على الطبيعي. احنا قلنا في اول الحلقه ان المفعول نوعين، مباشر او غير مباشر. يجي يديني فكره زي دي في الامتحان، يقول لك جو نوت باس لو بالون، لو ولا لا ولا لوي. هتقول لي ايه ده يا مسيو؟ ايه الجمله دي؟ انا امرر الكره؟ فين المفعول اللي في الاول؟ طب فين السؤال والرد اللي كنا خدناه؟ ما هو حضرتك انا قلت لك الجمله ممكن تتكون من مفعولين، واحد مباشر يبقى الثاني غير مباشر. تمام؟ لان المفروض المفعول نوعين، مباشر او غير مباشر. هنا يا جماعه مديني مفعول ايه؟ هتقول لي فعل مفعول، يبقى اصبح ما فيش حرف جر، يبقى بالتالي المفعول ده مباشر. عشان كده المفعول ده مباشر اعكس انا، ما انت قايل الجمله لازم تحتوي على مفعولين، واحد مباشر والتاني غير مباشر. فانا اديتك ايه؟ المباشر فوق، يبقى انا عايز غير مباشر تحت، وهو الوحيد الغير مباشر. تمام. تمام كده؟ تمام. طب رجعت قلت جو نوت دون، اعطي ا ساره لو ولا لوي ولا لا. حضرتك هتقول لي ايه؟ برضو مفيش مفعول ولا في سؤال ورد زي ما انا خدت السؤال، بالتالي هبدا اقول جو دون ساره. ساره هنا اصبح مفعول ايه؟ تقول لي مفعول إيه؟ غير مباشر. يبقى انا في الحاله دي اختار عكس، اختار مباشر، والمباشر يبقى هي ايه؟ لو. تمام كده؟ يبقى اذا جو لو دون ساره معناه انا اعطيها الى ساره.
كده اتكلمنا عن ضمائر مفعول مباشر وغير مباشر، واتكلمنا على اغلب افكار قاعده ضمائر الشخصيه. يتبقى بس جزء بسيط باذن الله هنكمله المره الجايه او مع مسيو احمد الراس، وهي ضمائر المخاطب، وخدناها في ثانيه ثانوي اصلا. اتفضل يا مسيو. تمام، شرفتنا وما شاء الله عليك. في عندك اي نصائح لطلبه الثانويه العامه بالنسبه للنظام الجديد او في بخصوص الاسئله الجديده؟ هي نفس السنه اللي فاتت. هو هتقول لي ازاي ده نظام جديد والدنيا مقلوبه؟ اقول لك حضرتك انت طول عمرك كان بتكلم على مادتي وكان بتكلم على اغلب المواد سواء علمي او ادبي مبنيه على الفهم. يعني دايما الفهم اعمل حسابك، حطه في اعتبارك ان الفهم هيبقى عليه جزء كبير جدا، وصدقني طول ما انت بتتعب هتلاقي. بمعنى انت طالما انت بتذاكر وبتعمل اللي عليك سيب الباقي على ربنا، هتجيب مجموع طالما انت بتذاكر، لان الدرجات دي عباره عن حاجه رمز. انا من وجهه نظري ان الدرجات دي رمزيه، انت تعبك طول السنه يبقى هتجيب تقدير او هتجيب مجموع، انت ما تعبتش يبقى اكيد مش هتجيب مجموع. زائد حاجه بقى كمان، المفروض ان الوزير بيقول في افكار عليا، فبالتالي انت الطبيعي انك بتتمرن على افكار العليا ازاي؟ ان انا بحل كتير. هو ان جاب لك فكره من بره المنهج هتقولي ما خدتهاش، ما خدتش زيها. احنا معظم المدرسين كانوا معتمدين في الفتره اللي فاتت دي السنوات الاخيره ان هو بيدرب الطالب هاو تو باز اكزام، ازاي ينجح في الامتحان، واحد زائد واحد بيساوي اتنين. احنا دلوقتي بناء على الفهم والكلام ده، ايه النصائح اللي احنا ممكن نقدمها للطالب ان هو يفهم لغه قبل ما يحل في امتحان؟ مبدئيا اللغه، حضرتك مدرس انجلش عارف الكلام ده. اللغه دايما مبنيه مبدئيا على حفظ الكلمات، انك تبقى عارف، لان انت بتدرس لغه اجنبيه سواء هي فرنش او انجلش، دايما مبنيه على حفظ الكلمات. جميل. فانت بتحفظ الكلمات بتبدا تفك الطلاسم زي ما بنسميها. ولكن طالما حفظت الكلمات وحليت كتير على القواعد وثبتت، وحاول انك انت تكتب، حاول تحرر. يعني حاول باراجراف مثلا بالانجلش، حاول تكتب وتجرب وتشوف وتشوف الاخطاء وتطلع الاخطاء اللي ملاقيها، هنا هتحسن نفسك كلغه. اوعى تتعامل ان الانجليش او الفرنش ان هي لغه، ان هي ماده تجيب فيها درجات. لازم تبقى عارف ان هي لغه. الفرنساوي اتعلم انك ازاي تتكلم، هو ده النظام الجديد. لازم تتعلم انك تطبق اللي انت بتدرسه. انا ما ينفعش اروح عند واحد بتاع فاكهه واما اقول له مش عارف، انا بحاول اقول مثلا عايز اشتري في حاجه بخمنها بالفرنساوي مش عارف اجيبها، معقول ادرس 3 سنين فرنساوي مش عارف اقول انا عايز اشتري مثلا موز؟ ما ينفعش، لازم تمارس اللغه. فخد اللغه ان هي لغه، ما تاخدهاش ان هي ماده تجيب فيها مجموع. شرفتنا مسيو محمد، ونتمنى نشوفك ان شاء الله في لقاءات قادمه. تمنياتي القلبيه بالتوفيق لكل طلابنا الاعزاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.